الكاسك بحال التليفون مش هكاك يتعدى الصوت اللي خارج للعباد في اللايف. نبداو الخمسة أسئلة. دونك هكا يتسمع نورمالمون. فوالا فوالا. داكا هكا حاطين لكم كاسك سبيسيال باش تسمعوا الجماعة. سي با غراف خذ الصوت تاع التليفون. أنا جبنا الفوتوغراف آخر وجايب التليفون من هنا. صباح الخير. سي بون هكاك يخلط. يلا نبداو. يلا. يلا. سؤال اللون نحيته زاداش من واضحين خذيت قرار باش نحيي البودكاست. نمشيو ديريكتومون دونك السؤال الأول اللي هو الثاني. دونك منال برشا مصروف. فاشونيستا مغرومه بالمود السفر اكسيتيرا. قديش فلوس الراجل اللي لازم يكون معاك مهم عندك؟ قديش لازم يكون لابس عليك؟ ولازم ساعة يكون أسي لابس عليه باش النجم يتحمل يعيش معايا. ما أنت مش لابس عليه في الفلوس خاطر لغيت متاعي هو اللي صعيب شوية. لابس عليه في الفلوس ماهيش حاجة ياسر ياسر مهمة بالنسبة لي أنا. بالنسبة لي أنا اليوم لي بريوريتي متاعي معناتها تبدلوا. ما عادش بتيتر قبل كنت هكا نقول ليه لازم كمام حد يكون عنده برشا فلوس باش أنا باش يجي لي. الحمد لله اليوم فما حاجات أخرين مهمين راهم اكثر من هكيكه اكثر من انه يكون عنده برشا فلوس. دونك انت ماكش ضد انك انت تصرف على روحك والمهم الراجل اللي تحبه معك هكا مش باش نصرف عليه زاده معناتها لازم امينيمال خاطر كي نصرف عليه نمثله من رجوليته. واذا حاجه ما نجمش نسمح لروحي باش نعملها. باغ كونتخ مانيش ضد انه نشارك في المصروف نتاع العائله نتاع كل دونك كيفاش نرتبوهم احنا ايه. الاخلاق الجمال والفلوس نرتبهم لحسب البريوريتي. باش نرتبهم لك اما باش نحصلك في فازة. جميل روحي لوليني. يزيني ولا روحي شنو راجل ماهوش مزيان حتى تعرف نجم. لا 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 انا نحب راجل مزيان. فوالا. دونك الجميل هذه حسيتها تو سي عمل لك تيتر نتاع الارتيكل اللي جاي. منين عماله في راديو ميت تصرح انا نحب راجل مزيان. مثال جميل نعطيك لوكي عليها على الاخر. انا نحب راجل مزيان، نحب راجل شغمون، نحب راجل مسرر، نحب راجل رومانتيك، نحب راجل يخليني جو فيبر هكايا والفازيتي هذوكم الكل. و خاطر الفلوس والاخلاق. من بعد يجيو الاخلاق هذاك نبدا مزيانه كي يكون صباح يسبني ماهيش حاجه. ماهيش حاجه سامباتيك، دونك لازم نكون متربي معايا انا ومتربي مع الناس اللي تحبني خاصة، خاطر ساعات تلقى شكون متربي معايا اما كي يجيو لي فاني يسبهم. ان شاء الله تعرف. والفلوس السؤال اللي بعده ذي مربوطة ببعض الحصة مسلسل أموغوز معناه توا؟ شوية ما زلت هكا في الخطوات الأولى؟ أي شوية. إن شاء الله تبدي جاية المرة الجاية إن شاء الله أموغوز معناه. يعيشك. أكثر حاجة توا نخرج من الأمور، أكثر حاجة صارت لك في حياتك وجعتك وعمرك ما سرحت بها تحب تسرح بها ده. اللي فريمون تحط راسك على المخدة تخمشيت ولا قويتك ما وجعتك عمرك ما قد ما انا اوفيت لو بروبليم و سي ان فو بروبليم اللي انا كل شيء نقوله دونك ما عنديش صراحه ما عنديش. اللي يقول لي اكثر حاجه قلتها قبل المساج وجعتك موقف صار لك حاجه فقدتها و سي با ممكن تقعد لي ديما في بالي حاجه اللي تفها شويه لما حاله ما انا وقتها اثرت فيا على الاخر اول كاستينج مشيت عملته يا اخي غزالي مخش قال لي راه وانت شوف اعمل حاجه اخرى معناتها ما فك عليك راهو اي جوستمون قال لي راه سي ان دومين كي تري ديفيسيل وانت طفله ياسر فينو وياسر هكا ما راهو ماكش تنجم روحك. هذيك قعدت لي في مخي. السؤال الاخراني شنو هي الحاجه اللي نقصتك توا باش تولي فرحانه 100% معناتها هي سي با دي دون نوصلوها ان شاء الله احنا نسيب شكون ايباني عندك. عندك كل شيء انت مزيانه الشهره الفلوس حققت في احلامك صغيره شيء حاجه توا كان يبدا عندي ان بيبي نكون فرحانه اكثر ان شاء الله. منولا هاني كنت معك صريحه ياسر شفته خاطر كنت صريحه معايا دونك فوالا كيما تفضلت. تخي بيان ميرسي منال العمارة دونك ارتيست 5 ايتوال هذايا من قبل الفقرة سي سي انا نعطيها سي يعيشك كنت صريحة برشا. اوكي دونك منال العمارة ارتيست 6 ايتوال نحكيو على الخدمة دونك شوية عليا علاش قلت في الصين؟
علاش خاطر تصورت في الصين خاطر اوفيت فما لي فان تاع لي ميرسي بوكو مبوشهم برشا عملوا لي اون فيديو كامله اللي هما صوروا كليب كامل وفما فيديو واحد اخر اللي هي تصورت ليله العيد مع نوفل في حكايه رمضان وفما برشا قاعدين يبعثوا لي في دي فيديو لان فيديو قاعده نهبط فيهم نتاع هما يغنيو في بشوي عليا دونك باش اللي لوج يلقى ديريكت في الصين سيتي جوست اوتي دو ريشيرش معناتها تكون فما سيري كامله نتاع اللي بيت الاغنيه هذيا كل مره شوف فكره ولا فكره اي فكره ياسر عجبتني زي لما شويه عليها في ممكن نعم بشوي عليا بعد بالبرش عليا بعد المتوسط عليا بعد 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 السياسه عليا دونك في السينك هاو باش تصور بشوي عليا وتصورت الأغنية كلمات والحان بشيخ الأغنية كلمات والحان سليم عبدالله توزيع مروان زيدي ما كنتش متوقع إلي الكليب باش يعمل أنمبر دو فيو هكيكا في الأيامات هذو ما الصغار وما كنتش نتوقع إلي الناس باش تحب التلقائية والعفوية متاع التصوير هذيك بالطريقة هذي معتها بتيتخ أنا كي قدمتها قلت راني سامحوني راني منيش بمكياج وحويج متاع كليب وراني منيش بتقنية تصوير اللي أنا مستانسة معناتها نقدمها لكن العبيد إبا ما تغشوش معناتها لي كومونتير هيتهم براتيكمون كلهم بوزيتيف فما شكون قال لك ليه جبيك انت عاودتنا بهكا وتو تعطينا هكا انا شفت خير معناتها بالحق سامبا توتافي دونك البارح عامله 500,000 البارح وصلت تندونس نمرو 10 في اليوتيوب في تونس وكنا عديناه البارح في تندونس دونك 500,000 ما عرفش اليوم الحقيقه ما تبعتش دونك نتصور هي فاتت اللي ليك تجربه ممكن عندك 3 سنين ما عندي 3 سنين ما مثلتش و 4 تبارك الله عليك تحسب بالقد دونك سيتي اون اكسبيريونس تحفونه برشا معناتها با مع قايس شقير الغول نتاعي انيغماتيك على الاخر فما برشا عاودوا اكتشفوا لينا النجم نتغشش والنجم نحس والنجم نبكي نجم تلما انا ديما نضحك هاي تخليني ديما على المود هذيك عرفت مود هابي ولا ممكن زاد تقول لك التمثيل ممكن ما يمشيش برشا مع الموند سوفيستيكي اللي قاعد تعيش فيه اوتون كو ارتيست شانتوز فما شكون هكاك لكن هذايا معناتها سي ان مانك ديماجيناسيون بالنسبه لعبدي خام كيما هكا اكسبيريونس ياسر محلاها بالحق ايكيب ياسر طياره دون دي كونديسيون صعاب ياسر خاطر تعرفوا التصوير تعرف كمان لا ثوازيام سيمين تاع رمضان احنا باقي قاعدين نصوروا وسخانه ولا شيل وكل شيء دونك سي اون اكسبيريونس تحفونه ان شاء الله باش تكون فما اون بارتي ثانيه ام جي في 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 الحوار التونسي جينيريك فرحت بيه على الاخر خاطر برشا صغار بعثوا لي فلوس فلوس فما حتى شكون ولا معناتها حاسين لي ولا يرشق في فلوس ولا يعمل كابوس ولا يعمل هكايا ولا بعثوا لي دي فيديو يقتلوا بالضحك وانا ديما جو ريميرسي لي فان نتاعي على خاطر انا جوست هكا نعطي كلمه صغيره نقول مثلا ولا ما عليكم كان تعملوا لي فيديو هما يبعثوا لي لي فيديو الكل نفرح بهم انا الكل بيان سور ونهبطهم نهبط لي ميور فيديو دونك بالحق ربي فضلهم لي فبيان انا حبيت نسالك على الغياب دونك انت فسرته بطريقه لكن انا عندي سؤال ممكن ينجم يكون هذايا غالية منال في التمثيل غالية وي من فما عليش لمين النهدي في اللي كليك خذي 5 ملايين في النهار 8 أيام تصوير 40 مليون ما نعرفش انت متأكد منها متأكد منها 100% خذيت أكثر ولا أقل بون ان توكا أكثر أيامات والأكثر والأقل الأخرى مش نجيبك عليها الأكثر أيامات فهمنا اللي هو أقل لا فورسيمون أنا في بالي أكثر كاشيه وكاشيه لمين النهدي وأنا شايف في بالي وقت اللي سألت على الكاشيات في بالي منال عمارة دونك نعطيك أنا الترتيب اللي سمعته خلي ترى لمين النهدي كمان تواتي ومنال مع بعضهم بعد شو بقيت ممثلين بتيتخ اليوم راهو شوف الأهمية وكمان تواتي خذت 3 ملايين مش ما نقولش منال عمارة زاد كيف بس الحال ذي بيجي نقولك ساعة تو إحنا قاعدين نحكيو على أسامي اللي هما تبارك الله معناتها أنا من اللي صغيرين نعرفهم دونك باش نشوفوا حتى حجمهم أكبر مني برشا دونك ما نجمش اليوم نجي نقارن روحي بهم ولا باش نحكي بروحي قدامهم أيوة لكن هنا نحكيو على عمل ما نجمش شكون يبيع شكون يبيع
نحكيوا على عمل انا اليوم نبيع، واذا كان انا اليوم الكاشي نتاعي غالي راهو على خاطرني نستحق على خاطرني نبيع. هذاك شنو نجم نقول لك؟ لا اذا تعرف علاش هذا احتراما في اللي انت قلت اللي راهم الكل اقل. لا مش خاطر نحكي لك على التكتيف حسب الكاشي. فوالا خاطر فما عباد اخرين سي فغي هم معناتها اكبر العمر واكبر اكسبيريونس واكبر مني انا، لكن اليوم سي لا لوا دو مارشي، معناتها السوق هو اللي يحكم. اليوم عندك اكس يجيب ولا ما يجيبش، يبيع ولا ما يبيعش، يحبوه ولا ما يحبوهوش. حاجه اخرى هي معاودتني برشا نسبه المتابعه نتاعي على الانستغرام وعلى الفيسبوك اللي هي نمر واحد في الخمس سنين الاخرين، هذوما ما تحركتش. حاجه هذيك زاده تزيد تخلي الكاشين نتاعي على اكثر ستوكا في نقطه. نحكي زاده على جينيريك اللي نجح، زاده نجح العمل، زاده كيف راهو سي لا ميم ايكيب، سي سليم بن عبد الله كلمات والحان ومروان زيدي في التوزيع معناتها. ايوه لكن نجح العمل وحسن هيك خدمت سنين نشوفوا غنيات من العماره معناتها. هو هي اسم كل حاجه تعطيها حقها، ما نجيش انا نخدم كوم على جينيريك باش انت من بعد كي نجي للبلاتو تقولي ابريتو جينيريك نجح خاطرك انت خدمت عليه كوم. لا، جينيريك نجح على خاطره العباد سمعوه في وقت قصير، في جرة بعضه في وقت اللي هو برايم تايم اللي هو جوست بعد شغال الفاتر، وعلى خاطرها غنيه مزيانه. دونك سي توت في نورمال باش ما نخدمش عليها معناتها كوم قويه برشا. وحاجه اخرى انا جيستيم ديما اللي جينيريك ماهوش ملكي انا الخاص كهو، هو عمل معناتها تابع عمل كامل. دونك ما عنديش الحق باش نشد جو ملاب خوبخي، فهمت؟ ما هي تبارك الله ماشيه الاغنيه، معناتها انا كي نشوف اغنيه فلوس يطلبوها في عروسات ولا في سهريات دي نقالا ولا في فروخ صغار ياكلوا لي فلوس هكا، دونك نقول سايي معناتها مشيت الاغنيه بالكدا. تخي بيان، دونك باش نختموا مالوغوزمون منال كنت نحضر لك برشا حاجات، اما باش نختم الموضوع باش نرجع بيك قبل رمضان بشويه، عركه في البرامج التلفزيه بين كادورين ونوشيبا. عركه على من العمارة؟ في باليش. لا في بالك. عندك إكستري؟ فما الإكستري، ما نجموش نسمعوا الإكستري، ولكن كادورين كيفاش جاوب نور شيبا ونور شيبا شنو قال؟ معناتها ولات فما معناتها صارت عركة وفي بالك يظهر لي وشو. ماش نقدر. اللي تخدم معاه. إيه. السؤال. السؤال معناتها وين تشوف روحك في شيء هذايا؟ اسكو انت كنت متسبب في شيء هذايا؟ خدمت خدمه مع واحد ومن بعد خدمت مع الاخر والزوز ولاو حاسين لي بالحق اللي هما وقتها معاك، ولا كانت فما علاقات صحيحه؟ لا انا ساعه مانيش ريسبونسابل على اي واحد شنو يتكلم. لكن انا احترمت برشا وحبيت وقدرت برشا نور وقت اللي جاي ودافع عليا. على خاطر هو في البوزيسيون نتاعو كراجل تونسي سي توت افي نورمال باش ما يحبش حد يقول كلمه خايبه، مش في فنانه كعب، في مراه تونسيه، بنيه تونسيه، فهمت؟ سي توت افي نورمال. لكن لو غيست كان باش نقعدوا، معناتها انا رايي ما نحبش نعطيه في المواضيع هذوما. وقت اللي انت معناتها بديت الحكايه، بديت مع كادوريم وكانت البوليميك كبيره على العلاقه بين انا ايش ما نعرفوش لتوا اسكو صحيحه ولا انا بعد نور كيف ما نعرفوش لتوا اسكو صحيحه ولا لا. كادوريم نلقاو زوز كادوريم قال ما هي مازالت ما اكدتش. جاو في انترفيو مع بعضهم مي مقارنة. قال لي فما غولاسيون وقتها خدمة، وقتها مازلت في البوليميك نتاع الخدمة. وقتها مازلت في سيدي العرسي، دونك تبع الكوميونيكاسيون تاع اللي العرسي. فوالا دونك تنفي كونه كانت فما علاقة مع كادورين. خلينا نفهم. يا أخي ما قعدتوش نسخن في حاجة بيتا ياسر. لا إيش نقول لك؟ شوف أنا مانيش. عمرك لك باش تاخذ توضيح من عندي. ليه خلينا نفهم وفات الحكايه وصح. ليه انا ما نعطيش توضيح اصلا، وانا بوغ موا توا ليلي عرسي عندها عامين ونص توا نخدم فيه بشويه على كادوري مو فاهم علي ليلي عرسي. انت قلت نعرفش. بالنسبه لك انت نعرفش. قداش باش تقعد تقول من عندي. Oh, yeah.